فده زول كذاب وزول مفتري، وهذه عقيدة الصوفية وما بناقشه. ونحن جاهزين والليلة جايبين جايبين جريدة الوطن، دارين يعملوا لف ودوران بالشغلة دي، فهمت؟ ودارين يلبسوا على المسلمين. شوف نحن جاهزين لك، بقيت جريدة، بقيت جماعة من الجماعات، بقيت إذاعة من الإذاعات، بقيت قناة من القنوات، بقيت أي حاجة داير معانا مناظرة في التوحيد والعقيدة، والله نحن جاهزين، جاهزين في أي زمان وأي مكان إن شاء الله، فهمت؟ بس أنت تثبت كيف؟ تثبت كيف؟ حامد بابكر مشى الجنينة هناك ما عنده أي دليل. لما أخواننا واحد صوفي قام عزموا فطور بالصباحية، أخواننا طوالي مشوا هناك ما عنده حجة، شغلوا له المناظرة مع الشيخ مزمل في يوم ثلاثة، قام حرد العصيدة، والله جد حامد بابكر قال ده شنو ده؟ وجدع العصيدة، أخواننا قال له تجدع العصيدة مش ركبوا لك فوق الصحن، فهمت الحاصل؟ والشغلة جاطت، وعمك جرى وقف هناك ثاني يوم طوالي فرتك، فهمت؟ وأصوا أهل الباطل وأهل الضلال حجة ما عندهم، فهمت؟ حجة ما عندك، ولو عندك حجة تعال، بقيت أي فهم في راسك إن شاء الله، داير أدلة، داير آيات، داير حديث، نحن معاك إن شاء الله. وتقام الحجة ليس لأنه نحن عندنا حجة قاطعة وكده، ولكن لصحة هذا المنهج السلفي الذي نتحدى به الكرة الأرضية ونعلنها من هنا ومن غير هنا. كل المناهج الموجودة الآن واليوم على ظهر الأرض غير المنهج السلفي بتوديك نار جهنم، والموضوع ده نحن مسؤولين منه وبالناظر به. أي بني آدم ودون أي محل، لا هاي أشنغا، هاي بيكين، فهمت؟ محل بيسوي العربات التايوتا كله بالناظر له، فهمت؟ أي منهج غير المنهج السلفي الآن موجود، اخترعوا الليلة ولا كان عنده 20 سنة ولا حيجي بعد كم، غير المنهج السلفي ده بوديك جهنم. لكن أنا كفلان ابن علان بنتسب للمنهج السلفي، خاش الجنة ولا النار؟ المنهج السلفي قال لي أنت ما عارف. يعني أنا ما بقول للناس أنا في الجنة وداك في النار، لا لا لا، أنا بتكلم عن المنهج الدين اللي نحن بنعتقده ده حق. أما أنا أكون في الجنة والنار بسأل الله إنه يرحمنا جميعا ويدخلنا الجنة، ما بقول أنا في الجنة أو فلان في النار، لكن بقول منهجي ده بوديك الجنة والمنهج الفلاني بوديك النار، لأنه منهجنا ده هو الكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي.